أهلا وسهلا بكم أحبائي الطلاب في سلسلة مراجعات وإعداد وتحضير طلاب الثانوية الأول ثانوي من أجل الامتحان الفاينل. هذا منهاج الأول ثانوي المهم والمطلوب في التوجيه، لهيك احنا حملنا نفسنا أعباء واتكلنا على الله وخدمنا الطلاب فيها. اليوم يا جماعة الخير آخر قاعدة من الناراتيفز، بعد هيك رسميا رسميا ضل عندك قاعدة واحدة وبس بقول ختم منهاجك، The possibility، قاعدة الاحتمالية. أما اليوم نتحدث أنا وهالطلاب الأوائل أولاد الأوائل الناجحين أولاد الناجحين، دائما سنتحدث بهذا الكلام الإيجابي فقط، لن تسمع منا إلا كلام طيب، بقاعدة The past perfect، وهي أجمل وأسهل قواعد الماضي كلياتها على مر العصور. اسم القاعدة The past perfect، يعني الماضي التام. من باب الأمانة العلمية يجب الإشارة إلى أن القاعدة هاي قبل 100 سنة ما كانت هيك، كان اسمها على أيام الإنجليز الأوائل ماضي الماضي. تغيرت الأيام وتغيرت القواعد وتغيرت المدارس وتم صياغتها لتصبح The past perfect، الماضي التام. والماضي التام بكل بساطة على التنسز لاين. شو يعني التنسز لاين؟ خليك مفتح، خليك اونلاين، ما تكون يا ولد اوفلاين. المش اونلاين اوفلاين معروف. اذا كان عندي التنسز لاين، نعم، خط الازمان، فاحنا عمالنا بنحكي عن حدث اول في الماضي، وعمالنا بنحكي عن حدث اخر ايضا في الماضي، لكن الفعل اللي happened حدث before another، هذا هو ربي يعطيك القوة اللي اسمه الماضي التام. الحدث الأقدم شو اسمه؟ الماضي التام. الحدث اللي صار في البداية شو اسمه؟ الماضي التام. الحدث اللي صار في البداية شو اسمه؟ الماضي التام. الله يسعدك يا عبادة حبيبي. الحدث الذي بدأ يعني صار في البداية الماضي التام. بالعربي قبل ما نفوت على الإنجليزي، لو جيت عشان طلابنا يفهموا ويستفيدوا وحكيت لكم يا طلابي كالتالي: قبل أن آكل الطعام شربت الماء. هنا عندي two actions، حدثين، والحدث الأول هو الطعام الأكل eating، والحدث الثاني drinking. اللي صار أول إشي هو الماضي التام، قبل ما آكل همهم شربت. قبل ما آكل شربت، الحدث الأقدم مين؟ الطعام ولا الشراب؟ الحدث الأول هو الشراب. هذا هو اللي منسميه الماضي التام، هذا هو اللي لازم نعطيه الهاد زائد فيرب 3. ليست الأمور complicated، ليست الأمور معقدة، فمطلوب منكم عدد من اللينكينج ووردز، كلمات الربط اللي بتزبطكوا زبط وبتخلي حظك نار نار نار. أول كلمة يا أستاذ تدل، ألا وهي البيفور، عقبال ما تفللوا وتطعموني بتفور. بيفور يا بيفور، أخت بيفور بالضبط شق التوم اللي هي باي ذا تايم، وكلاهما يمثلان معنى اسمه قبل. طيب أول إنديكيتر عندي واقف اللي هو البيفور. البيفور يا بتجيني في البيجينينج في بداية الجملة، يا بتجيني هنا في الميدل بيفور، ومرة تانية مين أختها شق التوم؟ باي ذا تايم. وفي كلا الحالتين دائما وابدا
البيفور إذا إجت في البداية فإجباري كمبيوزري إجباري يكون في كومة فاصلة. شلون من علمك الرايتنج ها؟ قبل الفاصلة دائما بكون في ماضي بسيط verb 2 وبعد الفاصلة بده يكون الحل تاعي ماضي تام. وهذه هي صورة الماضي التام had والتصريف الثالث. النفي منها hadn't والتصريف الثالث. هسه بكتب لك اياهم عشان تكون امورك طيبة. ويفضل قبل حتى ان اكمل في الاكسبلينيشن اوضح للطلاب انه هنا ما في فرق بين الجمع والمفرد. على طول في الحال الافيرماتيف سواء مفرد او جمع صورة الماضي التام had plus past participle. في حالة النيجاتيف النفي hadn't plus past participle. في حالة الكويستشن السؤال منحط الهيلبينج فيرب في البداية هاد علي وبلس باست بارتيسيبل. نعم اذا هون دائما صبايا وشباب ما فيها غلبة ما فيها غلبة. لما يجيني يا استاذ بفور في البداية تتبع بفيرب 2 متبوعة بالهاد بلس باست بارتيسيبل. اما لو اجتني هون في الميدل في المنتصف فهنا زي ما هي دائما بيجي بعديها verb 2 ودائما الشق البعيد عنها اللي ما بتشوفه ابدا بده يكون had plus past participle. اما اذا كنت من عشاق الحل على المعنى فعادي جدا افهم الكلام اللي حكيناه في بدايه الشيء انه يا استاذ دائما الاقدم had زائد verb 3. الاقدم يعني اللي happened اللي حدث at first اللي حدث في البداية يعني اللي firstly happened. مثال على طول لو جينا حكينا لكم يا جماعة الخير before ليان saw me I وكان عندي between the brackets بين الأقواس go. هنا مباشرة أنا شو في موجود عندي؟ أنا موجود عندي الألغوريثم موجود عندي before وموجود عندي سو والسو هي التصريف الثاني لسي. فمباشرة مباشرة ليش أفكر فيها بده يكون السولوشن الحل يا طلابي المتعلمين هاد والتصريف الثالث من جو جن. ما بعرفها إلا أصحاب الزو والفن. نعم لو شلنا بفور وحطينا محلها باي ذا تايم هل يختلف شيء؟ No, there is no difference. لا يوجد أي فرق. نعم. الدالة اللي معنا الآن الدالة الثانية صراحة هي دالة الافتر. افتر. التي يمكن أعزائي الطلاب النظر إليها الآن كالتالي. انتبه. انتبه منيح. يمكن النظر لها بالأول ثانوي بس مش بالتوجيهي لأنه بالتوجيهي الصراحة مطلوب منك أقل من هيك. يعني مطلوب منك before مطلوب منك by the time مطلوب منك after عندكم بالأول ثانوي عاملين expanding توسع عليها وعم بيحب يعني عم تأخذوا كمان إنه because تشتغل نفس شغل الافتر وأيضا الاز soon as ستعمل نفس عمل الافتر. لكن انا عندي بالتوجيه هلا هلا منهجنا واضح دليل معلمنا واضح شغلنا واضح قواعد كثيره في التوجيه لكن مش كلها نيدد. يعني عندكم بالاول ثانوي في عندك ذا ريبورتد سبيتش ودرستك اياه حاله عاديه حاله السنتنز العاديه الستيتمنت وفي ريبورتد سبيتش حاله الكويستشن. بالتوجيه مش مطلوب منك حاله الكويستشن مطلوب منك فقط الستيتمنت. عشان هيك بقول لك انت راح تجيب معنا ان شاء الله في التوجيه علامه شبه كاملة لأنه صراحة بنقص لك علامة على التعبير. أنا والله لا أعطيك كل معارفي ويعني تنساش ولا شغلة ممكن تفلل يا رب الله كريم. لكن هل يوجد أي طالب في الأردن كل السنوات بعد ما يعني الحمد لله 200 طالب جاب عندي 200 من 200 لما كان الامتحان ضع دائرة جيل 2002 مثلا على سبيل المثال. هاي ما تحسبوهاش لحدا تخليش يعني حدا يعك عليك ولا يعك عليك. لكن بعد ما صار إنشائي أعلى علامة تضعها الوزارة فقط 199 جابوها طلابنا 198 جابوها طلاب. إن شاء الله منكم يا ربي حدا يجيب ال 200 أتمنى ذلك.
في هاي الحالة بس على فكرة بدي أعطيك كلمة، الأفتر عكس البيفور، لأنه الأفتر دائما followed by هذه بلوس باست بارتيسيبل، هناك برمي الفيرب تو سهلة. طيب لو توسطت الجملة مثلا على سبيل المثال، لو حكينا أفتر أو أحد أخواتها، فبكل بساطة هنا هاد والتصريف الثالث وهون verb 2 وشكرا. على سبيل المثال رامي after I had known، after I had known، وهنا عندي على سبيل المثال لنضع الفيرب الدايناميك ستدي، هنا مباشرة دخلنا على الامتحان وعرفنا انه ماضي تام وموجود الانديكيتر افتر وعندي فعلين واصلا عندي هذا التصريف الثالث. جميل جدا. فالحل مباشرة بده يكون يا صبايا ويا شباب فيرب 2، لانه عندي اصلا هاد زائد فيرب 3، فالحل بده يكون تصريف ثاني، والتصريف الثاني من ستدي ستدد. نعم هاي كل الحكاية. هذه إذا أتى السؤال ماذا؟ هذا اللي أخذناه فوق إذا كان السؤال correct the verb between the brackets. إذا جابوا لك إياه ضع دائرة multiple choice، اختيار من متعدد، فالأمور صارت أسهل منها الله ما خلق، زي بالتوجيه عندنا أسهل منها الله ما خلق. إذا جابوا لكم إياها ضع دائرة بدك تختار الأوبشن الصحيح، فبكل بساطة إذا شفت يا أستاذ before، إذا شفت يا أستاذ after، إذا شفت يا أستاذ، طبعا إحنا فهمنا الآن القوي على المعنى كيف، الآن طالب عنده ضعف تعال علمك، شفت by the time هذا الاستديو ان شاء الله حبيتوه، هذا راح تضلكم عايشين فيه سنة كاملة، سنة كاملة يا توجيه 2007، ما بين عندك حصص على البطاقة وما بين انا يوميا في الاستديو هذا بكون قاعد على الكرسي، ورجيتكم الكرسي تاعي هذا بس قاعد الله وكيلك، على اساس لما يكون في عندك اي سؤال في برنامج بتاخذه لما تاخذ بطاقتك، ايضا بنزل لك لما تبلش 1-5 الدوره الاولى او 15-7 الدوره الثانيه، عندك باي لحظه اي سؤال تكبس كبسه بتقول لي مرحبا استاذ انس كيفك، بقول لك اهلين اهلين يا بنتي اهلين يا ابني، في شغله بدي تفهمني اياها اونلاين. استاذ ما بتعطي واجهي ما بتعطي مراكز بتبعته على الواتساب؟ نو فقط اونلاين حبيبي، لانه أولاد الناس مش لعبة، لازم نكون متفضيين على الآخر. شفنا before، شفنا after، شفنا by the time، شفنا because، شفنا as soon as. حلو؟ الظروف التي تدل على الماضي التام. فمباشرة باجي كطالب بتطلع بعيوني إذا كان في بالجملة verb 2 في قاعدة the past perfect. إذا أنا شفت في الجملة موجود verb 2 فالحل خاوة وإلزام had و past participle مباشرة مباشرة. طيب لو أنا شفت واحدة من هدول الكلمات اللي بدل على الماضي التام وأنا مثلا طالب عندي ضعف ما بعرف أحل على المعنى، وبمجرد ما صرت احفظ معاني بصير طالب قوي بالمناسبه، الفرق بين القوي والضعيف فقط شغله واحده، القوي برد على الاستاذ انس بحفظ معاني والضعيف ما بحفظ معاني فقط، هاي هو الفرق. اما لو شفنا كان بالجمله هاد والتصريف الثالث فالسولوشن على طول بده يكون ماذا؟ فيرب 2. شفت هيك؟ حلك هيك، شفت هيك؟ حلك هيك. حتى انه لل من باب ال... من باب ال... الحلاوه انه في حياتي ما بتذكر طالب توجيهي خطأ فيها في امتحان الوزارة نهائيا على قد ما هي سهلة. Let's see now. انظروا لي هذا المثال. لو جينا حكينا لك by the time علي I had slept come. هون مباشرة by the time أنا شفتها. باجي بتطلع ها شو شفت في الجملة؟ أنا والله بعيوني شفت هاد والتصريف الثالث، معناها شو ناقصة الجملة يا ولدي ويا بنتي؟ ناقصة فيرب 2، والفيرب 2 من كم للي حافظ التصريف على طول زي الفريرة، شو بيجي بقول لك؟ كيم وبيختم الجيم.
خلينا نشوف في الأخير تطبيق لهذه المعارف قبل ما نروح على الحال الأخير فيها، حالة الريرايت. لو جينا قلنا لك كالتالي: صفوان a letter before I arrived, send. Sarah, after I know, I had known. Leave. By the time I Ula had graduated, travel. Because Jack, I was happy. I was upset. كنت حزين. Not help. في مجال تفكروا بالإجابات قبل ما نروح على آخر نقطة. فكر لي بالإجابة يا أستاذ إذا كان المثال الأول. صفوان letter before I arrived. Will verb send. Sarah after I had known leave. By the time I Ula had graduated. Because Jack Grealish I was upset. Upset والجواب الفعل. Not help. تبطل أشبك الخط للطلاب حرام. كل احنا خطوطنا مشبكة بس ان شاء الله بالتوجيه بنفكفك لكم اياه. فكر يا ولدي. It's okay now. يلا يا عدي. عدي. معك يا أستاذ. هلا يا بطل. تفضل يا عدي. صفوان had a letter before I arrived. وين دليلك؟ دليلي أنه في عندنا verb 2 فبنقصنا had verb 3. صح. had وشو التصريف الثالث من send؟ سنت. أحسنت. بشيل الدي وبحط تي. تي. برافو. يلا. تانية. سيرا ليفت إيش هاي؟ after. After I had no. أيوة. No. هون عنا إحنا عنا هاد فنقصنا فيرب تو. برافو عليك. هيك وزنتها. شو التصريف الثاني من ليف؟ أحسنت. ال E F T. برافو عليك. بعد يا ولدي. By that time. أيوة. I traveled. أحسنت. Ola had graduated. برافو. إذا موجود عنده had graduated وعنده الدال الانديكيتر by the time. So his solution must be traveled. بعده. Because Jack hadn't helped. أحسنت. I was. أحسنت أحسنت أحسنت. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. هيك يا جماعة الخير يا طلابنا يا كرام، ظل عنا إن شاء الله بكرة إذا الله راد وعطانا عمر.
منروح على القاعدة الأخيرة في المنهج البوسيبيليتي. الآن عندي امتحان لازم أقدمه لطلاب التوجيه 2006، حرام أتأخر يوم، عمالهم برنوا علي. بكرة ضل عندنا حالة الري رايت في هاي، وقسما إنها كتير سهلة بس لازم تكونوا فاهمين هاي منيح، بدي أخلي لكم مجال تدرسوها وما راح أنساكوا طبعا بأهم الفقرات المتوقعة على امتحان كل مدرسي نقويكوا فيها. عندكم فقرات صعبة، عندكم فقرات مهمة معانيها في التوجيه زي أوليفر تويست على سبيل المثال، زي يا جماعة الخير الفقرة اللي بتحكي عن رينيبل انرجي، عن الفقرة اللي بتحكي عن البيتزا، مش بيتزا، بيتزا. نعم عندنا شغل بدنا نشتغله معكم غدا، ملقانا في نفس الموعد، وروحوا ارتاحوا شوي قبل ما تبلش حصة التأسيس في تمام الساعة 7. حب كبير لكم طلابي، بإمكانكم المغادرة. You can leave now.